بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا المجلس 71 من مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل الأموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا فيه الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المفروضة دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. وبعض العلماء يقول دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة، ولكن المشهور والمعروف أنه بعد كل صلاة. قال: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، هذه 99 تقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقراء الأنصار والمهاجرين لما شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون من الأموال ما يتصدقون به، في حين أن إخوانهم الأغنياء يصلون ويتصدقون. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الذكر الذي يغنيهم عن الصدقة بالأموال، ويحصل لهم من الأجر مثل ما يحصل للمتصدقين بالأموال. فلما سمع إخوانهم الأغنياء ذلك قالوا مثل ما قالوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. قالوا: سمع إخواننا أهل الدثور ما نقول فقالوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وللبخاري في حديث تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. نعم، هذه 33 التكبيرات عشر والتحميدات والتسبيحات عشر والتحميدات عشر، هذه 33 من كل كلمة 33، فيتكون 99 كلمة، فيتموها بلا إله إلا الله وتكون 100. نعم. ولمسلم 11 11 أو كذلك 11 11 من كل كلمة 11، فيكون الجميع 100. نعم. وله من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم، وهذا الذي قبله ببيان هذه الكلمات 99 من التسبيح 33 ومن التكبير 33 ومن التحميل 33 99، تمام 100 أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فمن قالها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر كثير لا يحصى، فدل على فضل هذه الكلمات العظيمات دبر كل صلاة، وأن يحرص المسلم على الإتيان بها ليحصل على هذا الثواب العظيم. نعم. ولمسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح خلف كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33. نعم، هكذا المعنى واحد سواء فصلت أو أجملت، فهي 99 كلمة وتكمل بلا إله إلا الله وتكون 100. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله وأدبار السجود قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. نعم، أدبار السجود يعني بعد الفراغ من الصلوات، فيذكر الله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة: سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وكذلك أدبار السجود. فهذا الذي يدل عليه هذا الحديث برواياته، وهو حديث عظيم لمن وفقه الله وعمل به. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. نعم، تضاعف هذه الأذكار، تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فيحصل على هذا الأجر العظيم بكلفة يسيرة ولا تأخذ من وقته شيئا ولا تكلفه في جسمه شيئا، ومع هذا يحصل على هذا الأجر العظيم، فالأمر ميسر ولله الحمد، ولكن التوفيق بيد الله. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، ابن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا وكان يعرف انصراف الناس من الصلاة برفع أصواتهم بهذا الذكر بعد السلام، أدل على مشروعية رفع الصوت بهذه الأذكار بعد السلام. نعم. وفيه عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. نعم، هذا فيه أن الإمام ينصرف إذا سلم من الصلاة فلا يبقى متوجها إلى القبلة، بل ينصرف إليهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وعن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري في منامه: نعم. قال: فاجعلوها 25 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. نعم، إذا كانت خمسة، إذا كانت أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات، فمن كل كلمة 25 كلمة، فيجتمع 100 كلمة. نعم. وعن أبي ذر مرفوعا: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. نعم، إذا حافظ هذا الحديث يدل على أن المسلم إذا حافظ على هذه الأذكار بعد كل صلاة مفروضة، يقولها بعد السلام، يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 من كل كلمة، هذه 4 كلمات، من كل كلمة 25، يجتمع 100 كلمة، فإنه تكون له حرزا من الشيطان، يعني أنها تحميه من الشيطان، تكون وردا له في سائر يومه، فلا يضره الشيطان مع ما له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات العظيمات. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها بعد السلام ولا يتركها لئلا يتسلط عليه الشيطان. نعم. قال أحسن الله إليكم: هو ثاني الرجلين، لو أن الإنسان يعني تحرك، يعني لم يغير من جلسته شيء، وهو ثاني الرجلين على جلسته في الصلاة لم يغيرها. نعم. لكن لو أنه يعني اضطر للحركة اليسيرة أو شيء في نفس المصلى، إذا غير جلسته لا يحصل له هذا الثواب بالكامل، لكن يحصل له بقدر ما عمل. نعم. رواه أحمد وقال عن معاذ: وفيه صلاة المغرب والصبح، وله شاهد عند النسائي بإسناد جيد في المغرب. نعم، صلاة الفجر وصلاة المغرب تخصان بالتهليلات العشر بعد السلام، لأن هذه في بداية النهار اللي هي الفجر، والمغرب في بداية الليل.
فتكون حرزا له في يومه وليلته من الشيطان، يحافظ عليها المسلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي، وقيل الحارث بن مسلم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، وفي رواية: قبل أن تكلم أحدا من الناس. هذا زيادة في الأذكار التي تقال بعد المغرب وبعد الفجر، أن يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات من كل كلمة. نعم. وقال: فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب الله لك جوارا منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب الله لك جوارا منها. قال الحارث: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص بها إخواننا. نعم. هذا الدليل على أن من علم شيئا من العلم أنه لا يكتمه بل ينشره في الناس. فهؤلاء الصحابة لما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي تقال بعد الفجر وبعد المغرب، أذاعوها للناس وعلموهم إياها. هذا من تبليغ العلم وعدم كتمانه، وفيه فضل هذه الكلمات في هذه الأوقات. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس 71 من مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة